مشاهدينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العاصمة. أصبحت قضيتهم أزمة حقيقية ومفتعلة يقف وراءها ضعفاء النفوس. لن نتهم أحد هنا سوى من قام بتهجيرهم ووراء الحوار المزعم اللي قاموا به. لن نتهم أحد، ولكن في نفس الوقت لن نستثني أحد من هذا. كل الليبيين يعتبروا مشاركين فيما يحدث اليوم لأهلنا في تورغا، وخاصة مصراتة اللي معادش عرفناها هل هي تتبع الدولة الليبية ولا دولة بروحها خلاص، ومعادش حد متحكم فيها. القضية قضية وطن، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن كان تخلى عليهم العالم كله فإن في رب في الوجود مش حيتخلى عليهم. أهل تورغاء بعد مرور شهرين على بدء عودتهم اللي تبناها المجلس الرئاسي الفاشل بكل معنى الكلمة، ومش أنا اللي قلت الكلمة هذه، لأنهم هم فعلا اعترفوا في وقت من الأوقات إنهم فشلوا، وخاصة إنها حكومة مدعومة من المجتمع الدولي، معناها في سر كبير هنا. من اللي حرك فيهم ومن اللي مسيطر عليهم؟ وهل المجتمع الدولي فعلا هو الآخر سبب في هذه المأساة اللي يعيشها أهلنا في تورغا اليوم؟ لو كان ما عندناش علم، أهو اليوم ناشطة حقوقية تونسية وصلت الصوت، فهل سنرى ردة فعل اتجاه الفئة اللي تمنع عودة الأهالي إلى مدينتهم؟ وشن هو دورهم المجتمع الدولي؟ خلونا نتابع هالفيديو والإحاطة اللي أحاطتها السيدة آية سيف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الأسبوع اللي فات. سيدي الرئيس، منذ اندلاع الثورة الليبية تشكلت محليا ودوليا العديد من اللجان والآليات للحد من تفاقم الأزمة، إلا أن الوضع في ليبيا يزداد هشاشة وتعقيدا يوما بعد يوم. ونحن في وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي كشريك فاعل بأجندة إعادة الأعمار نتساءل إلى أي مدى يمكن أن يتسبب الانسداد السياسي في كوارث إنسانية جديدة. سيدي الرئيس، يعيش أهالي تورغا مأساة إنسانية حقيقية، فهم لا يزالون عالقون في العراء بعد أن سدت أمامهم منافذ العبور إلى بلدتهم. إنهم وأبناؤهم يستصرخون ويستغيثون الضمير الدولي من أجل التدخل لإنهاء معاناتهم وإنقاذ الأطفال لا سيما. أطفال مشردون ليسوا ككل الأطفال، تقتال كل يوم من طفولتهم في ظل صمت دولي رهيب. فبعد الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية، ها هم يدفعون الآن ثمن تعطل المفاوضات وفشل الوفاق. بالأمس كانوا ضحايا الحرب، واليوم هم ضحايا التسويات، والخوف كل الخوف أن يصبحوا غدا ضحايا التجاهل والنسيان. سيد الرئيس، من هذا المنبر أرادت منظمتنا أن تكون صوت أهالي تورغا ولا سيما أطفالها، مطالبين اعتبارهم حالة إنسانية مستعجلة تستوجب التدخل السريع وتأمين عودتهم لبلدتهم، ومستعدين في ذات الوقت لحصد الدعم الدولي اللازم لمساعدتهم على إعادة بناء وأعمار بلدتهم، وبالتالي إعادة البسمة لأطفالهم، وذلك تحت شعار إعادة أعمار تورغا ثم إعادة أعمار ليبيا. شكرا سيد الرئيس. تورغا يا بلاد حنونة، أم النخلة والزيتونة. شن تعني لك تورغا؟ تورغا تعني لي كل شيء، تعني لي كل شيء. تورغا هي بلادي، هي أرض جدادي، هي اللي ضحوا، هي اللي ضحوا كلنا من شانها. هي أرض كل طفل تورغي، هي أرض كل طفل تورغي. تورغا في وضع مأساوي، والآن المجتمع الدولي لو ما كانش يعرف، فالسيدة آية أهي ذكرته واعطاته صورة الواقع اللي عايشينه من 2011 لعند اليوم. هجرتهم ميليشيات، ومنعتهم من العودة ميليشيات من نفس المدينة، وارتكبوا ضد الأهالي أبشع الجرائم اللي المجتمع الدولي نفسه يعاقب عليها من غير ما أي حد يقول له. قضية تورغا مشاهدينا وجب علينا أن نفتح ملفاتها مرات ومرات حتى نوصلوا صوتهم للعالم، لأن المصاريت للأسف غلبوا فيهم الليبيين، وما نعرفش هل هي الكلمة في محلها ولا لا.
ولكن عرب تورغة ما عادش فهموا شنو القصة. يعني لو كان سبب التهجير هو جريمة الاغتصاب اللي تصنعتها مصراتة وقالت ان تورغاء اغتصبوا بنات من مصراتة، اهم شريفات من مصراتة، طلعوا في بيانات وقالوا ان ما فيش منا الكلام هذا. وان كان القصة هي وقوفهم مع نظام القدافي في بداية الثورة، فمش غير تورغاء بس اللي كانت واقفة معاه، لكن معمر مات والليبيين توحدوا وتصالحوا، باهي علاش مصراتة ما تبيش التصالح. وان كان هالقضايا اللي يقولوا عليها انتهت بالاتفاق اللي وقعوه وباركه المجلس الرئاسي، بالله عليكم معناها قولونا من اللي واقف ضد رجوع اهل تورغا؟ ان كان مصرات اليوم تشرط بشروط نسيب الكاره على العوده، وعادي تورغا تنازلوا عن كل شيء، لكن بعد اللي صار في قرارة القطف الان العمليه تبديلها فتح كل الملفات اللي كانت غامضه. اليوم ضيفتي ربما حست بيهم أكثر من الليبيين أنفسهم، وخاصة اللي مثلوا في ليبيا في الخارج، ما شفناش منهم أي كلمة قدام مجلس الأمن على قضية تورغا. هذه كلها أسئلة يسألوا فيها الأهالي، مش أنا اللي نسأل فيها، والكل يتهرب من الإجابة، والكل يتهرب أيضا من المسؤولية. احنا منح المدافع طارق صديف الاتحاد المصراتي بنتيجة هدفين في اياب الاسبوع الرابع من منافسات الدوري الممتاز. تقدم الاتحاد عند الدقيقة 40 من الشوط الاول عن طريق المهاجم عبد السلام الفيتوري، ثم عدل ايمن عمير للاتحاد المصراتي في الدقيقة 67. السيد عبد الحكيم قال ليس لدينا شرعية. ما رأيك يا سيد عبد الحكيم نصدر فيك مذكرة اعتقال من فرنسا وسنثبت لك بأن لدينا شرعية أم ليس لدينا شرعية؟ وأكد الأعضاء الثلاثة رفضهم التام لما تتخذ حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز سراج من قرارات فردية. نؤكد رفضنا القاطع الى المنطقه، لانه الحق هذا مكتسب ويقره القانون الدولي، يعني حق السكن، وجاء في الماده 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكذلك بنته جميع بنود اللي تهم يعني حق السكن وكحق يعني من حقوق يعني الانسان. فالطفل هذه اللي هم براعم المستقبل لهم الحق
في بناء دولتهم، في بناء بلدهم، في بناء مدينتهم، بقطع النظر عن المشاكل اللي قاعده تصير يعني ما بين المتفقين، واللي تنجم تتحل فقط بتوحيد الاهداف. يعني لازم تكون الاهداف موحده، يعني ليبيا المستدامه لازم يشاركوا في بنائها جميع الاطراف. نعم. يعني نحن نحكيوش على دوله وسط دوله، كلها ليبيا، لذلك جميع الاطراف لازم تتشارك وتوحد الرؤيه نتاعها نحو اهداف مشتركه. صحيح. سيدة آية، يعني من في كلمتك كان في كلمة مؤثرة جدا، إن قلتي إن أطفال تورغاء يستغيثوا الضمير الدولي، فهل حضرتك لقيتي أي تجاوب، أي استجابة من المنظمات الدولية أم لا؟ في كثير منظمات على إثر المداخلة متاعي جاوبت معنا، لأنه يعني حبينا نرفع الغبار عن هذه القضيه، لانها كانها كانت في طي النسيان. يعني ما فيش حتى في الجلسه التي تهم ليبيا في المجلس لم يشر الى قضايا تورغة او بعض القضايا اللي تهم بطبيعه الاستقرار والامن في ليبيا. فموضوع الاطفال وموضوع تورغة بالتحديد اثار قلب الراي العام الدولي، يعني الناس الكل تتساءل، يعني لانها ليس علم بما يقع في تورغة. يعني لهيك يلزم أصوات يعني تندد بضرورة التدخل. نعم. المستعجل لحل هذه المشاكل. وقد قينا تجاوب كبير جدا من المنظمات الحكومية والغير حكومية، وهي تساند وتدعم مشروع المصالحة ما بين الطرفين، يعني مصراتة وتورغة، وإن شاء الله معناها نوصلوا جميعا إلى وفاق. نعم. تتحل الأمور ويستطيع الأطفال هذوما بناء منطقتهم من جديد. نعم. أستاذة آية، إن يعني حضرتك قلتي لقيتوا تجاوب من المنظمات الدولية، فما هي الخطوة القادمة؟ هل هناك وعود بالتصالح بعودة تورغاء حتى وإن كان قبل التصالح، فهم من حقهم أن يكونوا في مدينتهم ومن ثم يبحثوا عن الحلول وعن التصالح، هل في وعود جذرية لحل هذه القضية أم لا؟ في وعود وفي تجاوب كبير، وفي حتى يعني بعض الخبراء سيساهمون في تدعيم الخطة. هي الخطة كانت تقودها بطبيعة حكومة الوفاق الوطني، ولكن يبدو أن الأهالي مصراتة غير مستعدين لعقد المصالحة مع أهالي تورغة، وهذا ينجم يعيق يعني المسار. ولكن نحاولوا نكيفوا الخطة الجديدة مع الخطة الموجودة حاليا حتى نسهلوا عملية يعني الليونة يعني في تقبل الآخر. يعني هو ما هي الخطة الجديدة أستاذة آية؟ مدينتين الآخر. ما هي الخطة القادمة أو الخطة اثنين؟ الخطة إن شاء الله يعني قاعدين نشتغلوا مع الخبراء الدوليين في استنساخ، يعني في بعث خطة جديدة، يعني محاولة تجميع يعني جميع الأطراف الفاعلة يعني في مدينة تورغة ومدينة مصراتة، وفتح حوار من جديد، معناها طاولة حوار من جديد، نحاولوا نشوفوا فيهم ونحاولوا نكيفوا فيهم يعني المستلزمات، لأنه حسينا اللي فما ابتزاز مالي في حق يعني الأهالي تورغة وتثقيلهم يعني ببعض الضرائر، يعني الأضرار يعني المادية، فهذا من شأنه كونه يشل العملية هذه، عملية يعني التجاوب بين الأطراف. احنا باش نحاولوا ندخلوا في هذا السياق يعني المواقف يعني المتشددة ما بين الأطراف، سعيا منا بطبيعة الوصول إلى هدف وتوحيد يعني توحيدهم في أهداف مشتركة. يلزم كما قلت يعني الأهداف الليبي بصفة عامة يلزم ينظر لبعيد، يعني ينظر لإنشاء دولة ديمقراطية مستدامة، يعني جميع الأطراف معنية بالأمر. نعم. هل أستاذة آية، هل كان هناك تجاوب من الطرف المتشدد اللي هي مدينة مصراتة اللي يمنع عودة تورغاء واللي مخلين أطفال تورغاء اللي حضرتك تحدثتي عنهم في الكلمة الرائعة اللي حضرتك ألقيتيها، تكلمتي بالتحديد عن الأطفال وإن الأطفال ما ليهمش ذنب في كل هالظروف اللي يعيشوا فيها المدينتين أو القبيلتين أو الحرب اللي صايرة بينهم، هل لقيتوا أي تجاوب من مدينة مصراتة حيال هذه الحلول أم لا؟ احنا لقينا تجاوب من المبعوثين الامميين، خاصه وان الاطفال كيف ما تفضلت وقلت ليس لهم الذنب، يعني احنا يعني جيل المستقبل ليس له ذنب في السياسات الداخليه الحاليه او البرامج او الخطط، يعني هم براعم المستقبل وهم الذين مهندسو المستقبل،
يعني يلزم واحد على يركز على نقطة هذه، نقطة الأطفال، اللي هي إشارة إلى استمرارية الدولة أو استمرارية المنطقة. لهيك لقينا تجاوب. في الحقيقة يعني في المجلس ما كانش في يعني معناها أطراف من مصراتة حتى يتسنى لنتفاوض معهم، ولكن يلزم ضرورة التنقل ومحاولة لم الشمل بطريقة يعني عقلانية، طريقة توحيد أهداف. نعم سيدة آية، هل دور المنظمات، منظمات دول الأمم المتحدة، هي تقديم المساعدات فقط، مساعدات إنسانية فقط، أم سيكون لهم دور في حل هذه المشكلة؟ وحلها الوحيد هي عودة أهالي تورغا إلى مدينتهم، ومن ثم التطرق لأي أمور أخرى. هل هم دورهم إنساني فقط، أم دورهم أنهم يحلوا هالقضية أو ينهوا الأزمة اللي عايشينها أطفال تورغا؟ أطفال تورغا هي تندرج يعني ضمن مسألة التنمية المستدامة، لأنها تهم يعني الجيل المستقبل. الجيل المستقبل يدخل تحت أجندة التنمية المستدامة، وفي أجندة عمل مشتركة ما بين جميع منظمات المجتمع الدولي لتحقيق يعني الأهداف هذوما. وتورغا يعني دخلت في أجندة الأمم المتحدة، جميع الأطراف معناها تحاول يعني باللجان نتاعها الاقتصاديه والاجتماعيه، لانه حق السكن يدخل في المنظومه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. لذا جميع اللجان يعني المهيئه للنظر في هذا الموضوع باش تقوم، باش تتوحد، وباش تخرج يعني مبادرات. تجب تكون مبادرات يعني ماديه للدعم، تجب تكون مبادرات في تقديم خطط جديده، فتح حوار جديد ينجموا بطبيعه من خلاله ينتقلوا الى كما قلت يعني مرحله الانتقال الديمقراطي المستدام ونحو الاستقرار. احنا شنو اللي يهمنا اكثر حاجه هو الاستقرار الاجتماعي. نعم. ولما استقرار الاستقرار الاجتماعي بالطبيعه الاستقرار الاقتصادي باش يكون بعدها باذن الله. نعم. سيده ايه، هل تدخل المجتمع الدولي هذا يعني فشل الحكومة القائمة على هذا على الوفاق، أقصد حكومة الوفاق، أم لا؟ هل هذا يعني فشل الحكومة في هذه القضية بالتحديد؟ أتحدث عن هذه القضية. هو نجم نقولوا مش فشل الحكومة، ولكن فشل السياسات، لأن الحكومات تطبق السياسات، هي تفشل في تطبيقها للسياسات، لأن السياسة العامة هي توحد. احنا في مرحلة الآن يعني ليبيا في مرحلة انتقالية، يعني الانتقال إلى الاستقرار وبعث العجلة الاقتصادية من جديد، يعني هذا الهدف يعني المشترك. السياسات هي تخدم الأهداف. الفشل الحكومة بسياساتها المتبعة، يعني لو السياسة من السياسات لا تفضي إلى الوصول إلى الهدف، فيجب تعديلها أو تغييرها أو إحداث بعض ابتكار السياسي نسميه انا للوصول الى الحل والاهداف المشتركه. نعم. سيدة آية، بعد إلقائك هذه الكلمة، هل وجدت يعني تجاوب من الداخل الليبي؟ أتحدث عن أطراف ليبية فاعلة في حل هذه القضية، لا أتحدث عن الأمم المجتمع الدولي، ولكن أتحدث عن أطراف ليبية داخل ليبيا أو من داخل ليبيا فاعلة وتستطيع حل هذه القضية. هل وجدت تجاوب؟ هل جاتك أي اتصالات من ناس أو من أطراف يستطيعوا حل هذه القضية وبيوقفوا معك، خصوصا بعد إلقاء هذه الكلمة، أم لا؟ صحيح، لقيت تجاوب كبير، يعني حتى في شبكات التواصل الاجتماعي لقيت ترحاب كبير، يعني الكلمة اللي لقيتها هنا في مجلس حقوق الإنسان. نعم. لقيت تفاعل كبير من المجتمع المدني اللي أعطى كلمته ودعا للتعاون مع منظمتنا ومنظمة المجتمع الدولي في إنهاء يعني هل يعني بوادر الفرقة يعني ما بين في وسط المجتمع. ففي زاد النائب زاد عن الكتلة البرلمانية اللي يتكلم باسم تورغا، زاد نحييه. نعم. تجاوب كثير معنا وباش يقدم لنا يعني الآليات باش نجموا نتعاونوا مع بعضنا والوصول للحل في المسألة هذه. نعم. في زاد جمعية تمكين المرأة زاد اللي هي فاعلة في ليبيا وتحاول زاد تلقى بعض الحلول وتشتغل يعني على الأرض في
في يعني لم الشتات ما بين المنتقدين، يعني لقينا كثير تجاوب يعني في وسط المجلس وخاصة خارج المجلس، والحمد لله يعني الصوت وصل، وتجاوب اللي شفته يعني حتى على شبكات التواصل الاجتماعي هو دليل كونه الكلمة وصلت والصوت يعني وصل. نعم أستاذة آية، يعني حضرتكم شنو الاستفادة اللي ممكن تستفيدوها في هالقضية من مؤسسات المجتمع المدني الليبية؟ هما قلتي أنهم تواصلوا معاكم وأن في تفاعل من قبلهم أنهم يبوا يساعدوكم، كيف يقدروا يساعدوكم مؤسسات المجتمع المدني؟ مؤسسات المجتمع المدني خاصة في ليبيا هم الأبواب يعني اللي ممكن ندخل منها لفتح باب التحاور والتفاوض حول الحلول بالطبيعة اللي نطرحوها احنا مع بعضنا، هم من حكم يعني معرفتهم بالواقع هم باش يسهلونا يعني الخوض يعني في المخطط الجديد لإعادة يعني اهالي تورغة الى بلدتهم، وان شاء الله يكون يعني تعاون جدي يعني بيناتنا ويكون تعاون مثمر على المدى المتوسط والبعيد بإذن الله. نعم حضرتك كلمتي أيضا عن عضو مجلس النواب عن تورغة سيد جدلة، تواصلوا معاكم شنو الحلول أيضا اللي يقدر يقوم بها هو أو غيره من السادة النواب، لو يعني تواصلوا معاك أو أنهم تفاعلوا معاك في هذه القضية شنو الحلول المشتركة اللي تقدروا تديروها مع بعض؟ احنا ممكن يعني على اثر الجلسه الاولى، لانه في كثير معطيات نجم تاخذها يعني على اثر الجلسه الاولى اللي تجب تكون جلسه تحضيريه لبعث روح الوفاق هذه بين الاطراف، فيلزم تكون عندنا يعني زياره قريبه ان شاء الله نقابلوا فيها يعني جميع الاطراف الفاعله من المجتمع المدني بليبيا، ونحاولوا مع بعض نشتغلوا على اجنده جديده اللي هي تطوير يعني اليه لبعث روح التآزر بين المنطقتين، لانه هذا اللي ينقص، والاطفال يعني هما نجم نقول لك يعني ليسوا الشراره الاولى، ولكن هما المصدر اللي يخلي يعني الطرفين يحاولوا كيفاش معناها يلموا الشمل مع بعضهم ويحاولوا يوحدوا الرؤى نتاعهم، لانه الاطفال كما قلنا لن يكونوا ضحايا يعني عدم الوفاق هذا ما بين المنطقتين او عدم الوفاق السياسي زاد داخل ليبيا. صحيح. استاذه آية، هل كان في زياره من طرفكم لقراره القطف، المنطقه اللي هي متواجدين فيها اهالي تورغة الان لهم اكثر من شهرين؟ احنا ان شاء الله باش نقوموا بزياره، انا جاتني كثير فيديوهات على المنطقه، يعني كنت متابعه بكثب يعني الفيديوهات اللي تعطت لي يعني من قبل، وعلى اساسها انا يعني تكلمت يعني على أهالي تورغة، شفت الأطفال، فيديوهات على الأطفال اللي تصرخ وتستغيث المجتمع الدولي لأنهم عندهم الحق في بناء منطقتهم، عندهم الحق يرجعوا لبيوتهم وهذا حقهم بالطبيعة، لأنه وقت اللي يكون المستقبل مغيب الطفل ما نجمش يكون مبتكر، ما نجمش يكون مبدع، ما نجمش تكون عنده آلية بناء المنطقة بتاعه وقت اللي الاستقرار مغيب. فالأطفال اللي هما باش يكونوا يعني المستثمرين في ليبيا في جميع القطاعات هما الآن مهددين، يعني طفولتهم مهددة، لذا يلزم معناها بالحق يعني التركيز على الأطفال هذوما اللي هما باش يكونوا يعني همزة السلام ما بين المنطقتين، يعني هما أكبر وأعظم سفراء ممكن يوحدوا ما بين المنطقتين. نعم أستاذة آية، حضرتك قلتي لي إن في أطراف من المجتمع المدني تواصلوا معك، أيضا السادة النواب، أيضا في جمعية تمكين المرأة تواصلوا معك، هل أعطوك قاموا بإعطائك أسماء الأشخاص المتعنتين من داخل مصراتة باش تقدروا تتواصلوا معاهم حيال هذه القضية؟ هما أمدونا يعني بالفيديوهات، أمدونا ببعض المعطيات عن المنطقتين والأسباب، أسباب النزاع يعني اللي هي أسباب يعني تجب تقول من منذ اندلاع يعني الثورة الليبية اللي هما تحسبوا على نظام عمر القذافي، هذوما الأسباب اللي معناها تجب تبني بهم يعني الاستراتيجية معناها اللي تجب تتوخاها باش توصل للحل. وبطبيعة يعني احنا نتكاملوا يعني منظمتنا ومنظمة المجتمع، منظمات المجتمع الدولي اللي
اللي تساهم بطبيعة وعندها نفس الأجندة يعني المشتركة نعم. مع المجتمع المدني بليبيا، نحاول نعمل بعض التقاربات وكما قلت لك يعني بعض الخطط الجديدة يعني على إثر الخطط التي فشلت بطبيعة سابقا نعم. في ظل بطبيعة حكومة الوفاق، وان شاء الله معنا يكون في ثم استعداد يعني لعقد المصالحه مع اهالي تورغه نعم. والمضيق قدما الى مستقبل باذن الله. اتمنى ذلك، لان اهالي تورغه يعني متقبلين لكل الشروط ورضوا بكل الشروط مقابل انهم هم يرجعوا لمدينتهم، ولكن للاسف الطرف الاخر هو اللي تعنت. استاذه ايه، نبي من حضرتك سؤال بصراحه شديده، هل نستطيع ان نقول ان المجتمع الدولي والامم المتحده فشلوا في حل او في وصول للحل لهذه القضيه ام لا؟ قضيه تورغه اللي لها 7 سنوات واكثر وهم في العراء وفي المخيمات داخل وطنهم للاسف. صح، هو المجتمع الدولي معناه احنا كاطراف يعني في تبليغ الصوت يعني وقت اللي تبلغ صوتك في الجلسه العامه لحقوق الانسان تثير انتباه يعني المجتمع الدولي لقضيه موجوده في منطقه معينه من هذا العالم. نعم استاذه ايه، سامحيني نقاطعك في لجان، سامحيني نقاطعك، هل الامم المتحده والمجتمع الدولي كانوا بحاجه لانك انت توجهيهم او حضرتك توجهيهم او انك تثيري انتباههم لهذه القضيه؟ هو صح، هو كانه رفع الغبار عن قضيه من القضايا الشائكه التي تدعو معناها اللي تلزم يلزمها تلزم المجتمع الدولي للتحرك، لانه لو ما في صوت لما اثارت يعني المشكل هذه. ولكن جميع الاطراف بعد يعني المداخله كانوا يعني كثير متحمسين لانه تسلط الضوء على هذه معناها الافه اللي هي افه التفرقه ما بين المنطقتين في وسط نفس المنطقه. فهذه بالطبيعه اثار يعني كانه تقلب الراي العام الدولي حول المساله هذه، وبالطبيعه اللجان يعني لجان اللجنه الاقتصاديه والاجتماعيه وسط الجلسة العامة ستقوم بمتابعة جميع الخطوات التي يقوم بها المجتمع الدولي بالتعاون مع المجتمع المدني بليبيا للوصول إلى حل بطبيعة يرضي الطرفين بإذن الله. نعم. حتى وإن عجزت يعني السلطة التي يعني أعطت الوعود في الوفاء بوعودها والتزامها تجاه أهالي تورغة، ولكن لم تفي بالوعود، فنحن إن شاء الله نحاول باش نقدموا يعني اجنده جديده بالتعاون مع اهالي المنطقه ونوصلوا باذن الله الى حل. المهم معناه مثل البناء، يعني البناء يبدا بدرجه، فان شاء الله تبنى يعني معناها بوادر الوفاق ما بين نعم. الاطراف نعم. وكلها في الفكر يعني كلها يلزم تتأجج روح الوطنيه ما بين معناها الليبيين الكل ويعترفوا ان ليبيا يعني تستحق استقرار. صحيح، وصلت فكرتك أستاذة آية، ونتمنى لك التوفيق، وأنا عن نفسي نشكرك جدا جدا على هذه الكلمة الرائعة اللي قدمتها أو حاولتي أنك توصلي رأيك وما يعيشه أبناء تورغة للمجتمع الدولي. نتمنى لك التوفيق أنت وكل اللي معك. شفنا كلمة الأستاذة آية اللي للأسف لربما هي تكون مش ليبية ولكن حست بالليبيين، أثر فيها فيديوهات الأطفال أبناء تورغة اللي ينادوا بأعلى صوت بضميرهم ومحتاجين لضمير العالم، محتاجين أكثر لضمير الليبيين بالداخل، ضمير المتعنتين اللي رافضين عودتهم، اللي رافضين عودة أطفال في منهم عمرهم 7 سنوات، يعني هم نوجدوا في الحياة هذه وفي الدنيا هذه وهم ما ليهمش ذنب، ولا هم من قاموا زي ما أنتم تقولوا بالاعتداء على مصراتة أو غيرها في أطفال عمرهم 7 سنوات، يعني هم جول الحياة يقول واحد في للأسف في مخيمات وفي العراء ومهانين ومتبهدلين، وأنتم عايشين في بيوتكم زي ما قلنا مرة، ناس في مكيفات وناس في مخيمات، فكيف تبوا حتى ان الله ينصرنا وترجع ليبيا او لامنها وامانها اللي احنا مطالبين به
كل يوم لأي مواطن ليبي يطالب به هو الأمن والأمان والعيش في حياة آدمية فقط، هذا اللي نطالبه به. كيف احنا ربي بيستجيب حتى لدعائنا وأهل تورغة في العراء متبهدلين؟ خلينا نتكلم حتى زي ما قالت الأستاذة آية، على الأقل على الأطفال يا سيدي، عن النساء اللي ما دخلوش حروب ولا لهم علاقة بحروب، عن الشيابين والعزايز اللي ما لهمش علاقة بأي شيء صاير في 2011 أو غيره. تتكلموا عن مصالحات والحكومة اسمها حكومة وفاق، وما قدرتوش توفقوا بين طرفين، طرف ظالم وطرف مظلوم. فمنين جبتوا هالاسم؟ انتم مش قادرين توفقوا في قضية العالم دي يتكلم عليها، انتم مش حاسين وقاعدين في مكاتبكم واهليكم وزوجاتكم واطفالكم وابنائكم في الخارج عايشين حياة كويسة، وحتى اللي داخل ليبيا عايش حياة كويسة. كيف قادرين حتى تستريحوا؟ كيف قادرين حتى تعيشوا وابناء تورغة في العراء؟ واصبح الناس اللي هم، مع احترامي للاستاذة آية وتقديري لها وشكري لها، انها هي حست بيهم، مش ليبيا لكن حست بيهم، تبي تدير حل لأهل طورغة، تبي تدير حل للأطفال، تكلمت بشدة وبكثرة، وكانت كلمتها قوية جدا بصراحة نحييها عليها. كانت كلمتها قوية عن أطفال طورغة، قالت لكم ينادوا في ضمير العالم. قبل ما ينادوا ضمير العالم، هم ينادوا في ضميركم يا حكومة الوفاق بكل أركانها، بكل اللي في أعلى سدة في الحكم في طرابلس، يلي قلتوا احنا مسيطرين على، نشوفوا مع بعض في الصور اللي طالعة على الشاشة الآن، وكلنا احنا مش غابدين في حال تورغة، عارفين هم كيف عاشوا شهرين، عاشوهم في عز الصقع. هل المنظر هذا اللي احنا شايفينه يرضي المجتمع الدولي؟ هو ارضاكم انتم داخل ليبيا، ارضاكم حكومة الوفاق وما حسيتوش وما خفتوش حتى من الله سبحانه وتعالى، وطالبين ان الله ينصركم، فمش هينصركم الله سبحانه وتعالى، وفي ارواح عايشين بهالطريقة. ولكن السؤال، المجتمع الدولي اللي خشيته لليبيا بحجة حماية المدنيين، يا حماية المدنيين، هادو مدنيين، هادو أطفال، هادو الشيابين، هادو عزايز، أتمنى أن الصوت هذا يوصلكم، ما وصلش للقلوبهم ماتت داخل ليبيا، اللي هم حكومة الوفاق واللي هم مفروض تكلموا عن حلول وتكلموا عن وفاق مزعوم. حتى الاسم مفروض تغيروا لي، إن أنتم أبسط شيء ما قدرتوش تديروه توفقوا بين مدينتين، أو حتى بالقوة بشنو مسيطر عليكم المدينه هذه؟ شنو الموضوع اللي صاير؟ انكم مش قادرين ترجعوا ناس لمدينتهم، انكم مش قادرين ترجعوا ناس لهم سبع سنوات وهم في العراء، سبع سنوات كنا نشوفه في الصور معانا الان على الشاشه، مخيمات، ليبيين عايشين في مخيمات، وانت قادر تقول انا رئيس حكومه، وانت قادر تقول انا نائب عنا، وانا رئيس اركان، وانا كيف انت رئيس اركان؟ كيف انت رئيس حكومه؟ وين ضميرك؟ ان كان عندك ضمير رئيس الحكومه، الحكومة الوفاق اللي سميتوها وفاق وانتم مش قادرين توافقوا حتى بين الطرفين، وين الوفاق اللي انتم تتكلموا عنه؟ هل في وفاق الان؟ مصراته في مدينتهم، مع احترامي للشرفاء داخل مصراته وتورغه مهاجرين، وين الوفاق اللي انتم تكلمتوا عنه؟ منين جبتوا هالاسم؟ مين اللي اقترح عليك انك تسمي هالاسم وانت مش قادر توفق؟ رساله اني بنوصلها لك، انك مش قادر توفق، ان انت تجيك اوامر وانت تنفذ، فوين الوفاق اللي تتكلم عنه؟ هل هذا الوفاق ان مصراته في حياشهم، في الصيف بمكيفاتهم، في الشتاء بدفاياتهم، بحياتهم الطبيعيه، واهل تورغه متبهدلين؟ كل راعي مسؤول عن رعيته، وهذا في على الاقل في وقت الارض اللي انت قلت اني مسيطر عليها، مش قادر تسيبها لغيرك، هذه الحقيقه اللي حد ما يقدر ينكرها. انت مش قادر، لان هذو ارواح، هذه بتحاسبك، ما اعتقدش اني يعني بنوصل لك المعلومه هذه، لكن هذه هي الحقيقه، ان هذو ارواح وبتحاسبك على كل يوم وعلى كل ساعه هم عاشوا فيها، في هالمأساه وفي هالمخيمات وفي هالصقع وفي هالجوع والحمامات المشتركه. اتقوا الله، كلكم عندكم نساء وكلكم عندكم
بنات وكلكم عندكم بناتكم تبونهم احسن حياه ونسائكم تبونهم الستر، فهذه حمامات مشتركه ويا ريتها حتى حمامات. انتم شايفين كيف مخيمات، شايفين الناس كيف متبهدله، شايفين الناس كيف ليبيا عايش في مخيم، وانت قادر تقول انا رئيس حكومه؟ يا ريت الاجابه تجينا منكم، بس يا ريت الاجابه تجينا منكم. هذا في منطقتك وهذا في المنطقة الغربية وانت اللي مسيطر عليها، حكومة الوفاق، نتكلم عن حكومة النفاق بنوابها بكل أركانها، نتمنى انكم على الأقل تنحوا هالاسم، لأن ما فيش وفاق حقيقة، لا يوجد وفاق طالما تورغة متبهدلين بهالطريقة ومصراتة متنعمين بحياتهم داخل مدينتهم وكل المدن الليبية الأخرى. معنا مداخلة مع السيد عمران. سيد عمران يونس، مرحبتين بيك. مرحبا سيد عمران، كنت في الاستماع. نعم نعم السابع. مرحبتين بيك، مرحبتين بيك سيد عمران. انا حي الحدث، لانها تتكلم في الحقيقه وتتكلم عن قضيه تورغا، قضيه اللي كل الناس تتاجر فيها حاليا، يتم من المجلس الدولي والمجلس المحلي في تورغا الى كل من موجود في حكم في ليبيا، اذا كان في حكم في ليبيا. نعم. نحن حاليا عملنا لجنه حمية للدفاع عن حقوق تورغا. نعم. من المنبر الحر تقدم لكل هم اللي كان سكان مسراتها تورغا فقط اللي هي 250 اسره، ولكل من كان مسجون يقدم لنا شكوى موجهه للجنه العليا للدفاع عن حقوق تورغا، ونحن تواصلنا بالاتحاد الافريقي ووصلنا مع قاضي في محامي في فرنسا. نعم. وكلفنا الاستاذ حسن من شباب تورغا دكتور في فرنسا بطرح قضيه هل بالفعل رفعت القضية سيد عمران؟ هل بالفعل رفعت القضية ضد من كان يعذب أبناء تورغا؟ نعم، وكلفنا أحد الأخوة من فرنسا اسمه برنار، وهو شخص وطني ويحب تورغا ويتكلم عن قضيه تورغا بكل صراحه. نعم. وتكلمنا مع الاتحاد الافريقي، وعندنا لجنه مشكله حاسوب تقوم بالذهاب الى الاتحاد الافريقي للدفاع عن قضيه تورغا. نعم، هل كان هناك تجاوب من كان في تجاوب من كل الجهات اللي انتم توجهتوا لها سيد عمران ام لا؟ نعم، في تجاوب، وسوف نطرح كل السبل للدفاع عن قضيه تورغا، لن نبقى ممثلين ابدي، ولا مجلس محلي ولا مجلس بلدي ولا نواب، نحن قضيه تورغا هذه قضيه من حقنا ان ندافعوا عن قضيتنا، عمر 250 اسره موجودين، كانوا سكان مصراتة اخذوا جميع ما يملكون، اخذوا منهم جميع ما يملكون مصراتة وباعوا املاكهم ويهددوا فيها في كل وقت، يهددوا فيها بالتكمل، لازم يحاسب ويتعذب، ولحد الان خطف شباب تورغا عن الهويه. نعم، حضرتك كلمت عن انكم تفضل ليك الهواء، تفضل. لجنه يا استاذه، لجنه باشره العمل تحت اشراف شباب حيوي من تورغا وبعض ناس متخيلين من تورغا وصحف نطق كل جهه في العالم او في الداخل، او في الخارج. نعم. للدفاع عن قضيه تورغا. ونحن الناس كلها واقفه معنا، وعندهم محامين داخليين، وعندهم محامين في مصر، وعندهم محامين في تونس، وعندهم محامين في فرنسا، ومستعدين ندفع عنهم اي شيء عن الدفاع عن قضيه تورغا. احنا ما عندناش اللي تمشينا سواء التراس، اين التراس؟ التراس وينه؟ تورغا قاعدين في التراس القطب، حاطين امراض موجوده. هل المراقب اللي حدث حتصيب تورغا في زراعه الكتب؟ لن تصيب الشعب الليبي. نعم. وينكم؟
عذرا على رداءة الصوت، ما نسمعش كويس سيد عمران، لكن نتمنى ان نكون رسالتك وصلت. شكرا لك على كل هذه المجهودات انت وكل اللي معاك، وان شاء الله تكون مجهوداتكم هذه توصل او تكون بايجاب على اهلنا في تورغا، وانكم توصلوا لحلول. اعتقد ان سيد عمران من ضمن الكلام اللي قاله ان اي حد بيرفع قضيه او شاف انه هو كان مظلوم من اهالي تورغا يحاولوا انكم تتواصلوا معهم لرفع القضايا وارجاع الحقوق، اللي يعني نتمنى عوده الحق هو عودتكم لمدينتكم اولا. ولكن فيه ناس خيرين يحاولوا انهم يديروا لكم حلول، يحاولوا انهم يوصلوا صوتكم للعالم، ويحاولوا انهم يكونوا معاكم قلبا وقالبا زي ما احنا معاكم دائما قلبا وقالبا. أما الآن مشاهدينا ننتقل بكم إلى الجولة الإخبارية. قام مساء أمس من مكتب الإصحاح البيئي ببلدية طرابلس وبالتعاون مع بعض الجهات الأمنية بالمدينة بحملة تفتيش مفاجئة على العربات والباعة المتجولين في ميدان الشهداء وحديقة الكبير. وتم خلال هذه الحملة ضبط المخالفين وإعداد التقارير الصحية بذلك. وإلى غريان افتتح الخميس الماضي مقر مكتب الإصحاح البيئي أيضا بالمدينة بحضور عميد البلدية ووكيل ديوان المجلس البلدي ومدير مكتب الإصحاح البيئي وعدد من رؤساء القطاعات والأجهزة الرقابية بالبلدية. ويتكون المكتب من عدد من الأقسام المهمة بالإضافة إلى المختبر الكيميائي والبيولوجي والذي سيكون له دور كبير في الرقابة والتفتيش البيئي والصحي من خلال الكشف على آبار المياه ومحلات بيع مياه الشرب ومراقبة استعمال المبيدات التي تستعمل في مكافحة القوارض والحشرات والأفات ومتابعة شركة النظافة العامة في الإشراف على الحدائق العامة والمنتزهات والمسطحات الخضراء من أجل المحافظة على بيئة سليمة. وإلى الخمس، حيث نظمت بلدية الخمس اجتماع للبلديات الواقعة على طول الطريق الساحلي الخمس مصراتة زليطن القربولي قصر الخيار مسلاتة بحضور عمداء البلديات أو ممثلين عنهم، وذلك لمناقشة الوضع السيء للطريق الساحلي الممتد بين هذه البلديات وإيجاد الحلول لها والتواصل مع الجهات المعنية بالأمر لتدارك الوضع الكارثي للطريق ووقف الاستنزاف للأرواح الذي تسببه هذه الطريق. ونختم معكم جولتنا الإخبارية من زليطن، حيث تواصل هذه الأيام تواصل هذه الأيام الشركة المنفذة لمشروع صيانة وتحسين جسر المدينة. وأكد جهاز المشروعات بالبلدية المشرف على هذا المشروع أن نسبة العمل وصلت إلى أكثر من 90%، وإنه يتم الآن تجهيز خرسانة الرصيف الثالث واستحداث قواعد خرسانية لتركيب قوائم حديدية للحماية على جانبي الرصيف. وختاما مشاهدينا، مش حتكون هذه نهاية حلقاتنا عن تورغا ومأساتهم، لأن القضية كيف ما قلنا هي قضية وطن بأكمله، هي ضمير الإنسانية، لازم نعرفوا ونبينوا للناس حقيقة الناس اللي سببت في هذه الكارثة لأنها وصمة عار. برنامج العاصمة هو صوتكم وصوت كل الليبيين الشرفاء، واللي حابين يتواصلوا معنا أكيد من خلال رقم الفايبر الظاهر الآن على الشاشة أو من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ليبيا الحدث دوت تي في. تقبلوا دائما تحياتي وكافة فريق العمل، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وحفظ الله الوطن وكل من عليه، وإلى اللقاء.